نروح مع حضراتكم لخبر آخر. وامبارح كان في رابط تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت أخبار بأنه ده رابط جديد علشان اللي بياخدوا دعم من تكافل وكرامة يسجلوا بياناتهم ويحصلوا على منحة بمناسبة شهر رمضان المبارك. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت الأخبار دي تماما بدورها وقالت أنه الرابط ده مزيف، وأنه أي منحة بتتقدم لمستحقي تكافل وكرامة بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة. الاستعلام إزاي عن صرف المعاشات بالنسبة لشهر أبريل؟ من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع، هتدخل الرقم القومي بتاع حضرتك وتكون البطاقة بتاعة تكافل وكرامة تكون سارية، وبتستعلم بتظهر لك كل البيانات الخاصة مع أنك تدخل الاسم رباعي والشهر اللي أنت يعني هتصرفه ورقم التليفون الخاص بيك، وبتظهر كل البيانات. لو في أي شكوى ممكن كمان تتقدم بيها من خلال الموقع. طيب، من ضمن الأخبار كمان، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر امبارح الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء وأهم القرارات كمان اللي صدرت وأهم الاجتماعات اللي تمت خلال الأسبوع اللي فات، وكمان توجيهات رئيس الوزراء بالتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، ده طبعا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جهود مكثفة قام بها مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد 5 اجتماعات صدر عنها عدد من القرارات المهمة. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي تضمن الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تستعد الحكومة لإطلاقه، إلى جانب اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس. كما تم مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل جهود مواجهة فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات وتأمين حاجة المواطنين من جميع السلع بأسعار ملائمة. ووفقا للتقرير، فقد تم استعراض الموقف النهائي للتصالح في مخالفات البناء عقب انقضاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع بنهاية مارس عام 2021، حيث تم تقديم 2.9 مليون طلب بالإضافة لحضور رئيس الوزراء احتفالية كبرى سلم فيها مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج لعدد من المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي. كما شملت الأنشطة افتتاح المعرض السنوي أهلا رمضان 2021، الذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.